الفائزين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم نجدد بكم اللقاء والترحيب في انطلاقة ثامن أشواطنا لهذا المساء، انطلاقة شوط القعدان الإجداع من مسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية رصدت للمركز الأول. أبدأ مع أول الأسماء مباشرة مع أول المتقدمين، مع أول الباحثين عن هذا الانتصار. أبدأ مع دسمان. لك يا بن جهويل من يتقدم ويقود هذا الكم الهائل من القعدان في هذه اللحظات. حمد بن محمد بن سالم بن جهويل من يقدم لنا دسمان على المركز الأول. المركز الثاني وتابع درب هو الحاضر بشعار بن ذروة عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي من يقدم لنا درب على المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع الحضور من قبل مبلش عايض بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي مقدم لنا مبلش على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم والحضور من قبل الكادي لمبارك بن حمد بن مبارك النابت المري مقدم لنا في هذه الأثناء الكادي على المركز الرابع. بينما المركز الخامس أجد الوصول، أجد الانطلاقة في هذه اللحظات بالسيف. السيف القادم على المركز الخامس هو المتقدم على خامس الأسماء لمحمد بن سالم بن أحمد الفلاحي مقدم لنا السيف على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى، للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة الباحثة عن الانتصار، الباحثين عن هذا الفوز الكبير والمهم. هنالك العودة إلى مقدمة الشوط، إلى دسمان، إلى دسمان يا بن جهويل. هنا حمد بن محمد بن سالم بن جهويل مقدم لنا في هذه اللحظات دسمان على المركز الأول. المركز الثاني حذاري من الكادي وانطلاقاته وشعاره الكبير، يتقدم بشعار مبارك بن حمد بن مبارك النابت مقدم لنا الكادي على مستوى ثاني الأسماء. تسلل وانطلق إلى المركز الأول. دور المركز الثالث لأتابع شاهين الحاضر بشعار. هنا علي بن مبخوت بن محمد الجربوعي المري مقدم لنا شاهين على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع أتابع الحضور، أتابع الانطلاق في هذه اللحظات من قبل القدوم مع مبلش لعايض بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي مقدم لنا مبلش على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والحضور من قبل هذا الشعار، من قبل شعار الفلاحي. هنا يتقدم محمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مقدم لنا انطلاقة السير
سيف السيف على المركز الخامس، شعار بشرة وشعار العين والعديد من الأسماء التي صالت وجالت في أشواط الرموز وأشواط السيوف والفضة. هنا يتقدم ويقدم لنا السيف، هنا شعار بن دري، نار على علم الغني عن التعريف، يتقدم ويتسلل إلى المركز الثالث، المركز الخامس. وصل شعار هنا بن بيشان شايبان، يصل لحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، مقدم لنا شايبان على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة. أعود إلى المركز الأول، إلى الكادي. مبارك بن حمد بن مبارك النابت، من يقدم لنا الكادي على المركز الأول. نعم، شعار بن هاملة يتقدم على أول الأسماء، بن هاملة بصولاته، بن هاملة بجولاته، بن هاملة بتاريخه العريق الذي لا ينسى ولا يغيب عن الجميع. يقدم لنا الكادي على المركز الأول. المركز الثاني، الحضور والانطلاق مع شاهين علي بن مبخوت بن محمد الجربوعي المري، وثالثا وصل في هذه اللحظات مبلش لعايض بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي. أبناء نجران يتقدمون، ينطلقون من المركز الثالث إلى الثاني، وكذلك شايبان مع بن بيشان، وكذلك القدوم من شعار بن منانة يقدم لنا مبلش، ولكن العودة إلى بن هاملة، العودة إلى بن هاملة مع الكادي مبارك. الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الأمتار النهائية. الله 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 الله، انطلق الكادي، انطلق وطار إلى الموتر، طار. انطلق بن هاملة، انطلق بن هاملة ليجدد الماضي الكبير، ليجدد الذكريات الجميلة والتي لا تغيب عن الأذهان. انطلق بن هاملة نحو الإنجازات، انطلق بن هاملة مع الكادي. مبارك بن حمد بن مبارك النابت مع الكادي. الله 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 يا هذا الشعار، الله يا بن هاملة. سلام 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 يا الكادي، سلام سلام يا بن هاملة، سلام. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الكادي مبارك بن حمد بن مبارك النابت على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، وصل حطام لمحمد بن صالح بن علي الحميري. المركز الثالث، شايبان لحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. المركز الرابع، مبلش لسالم بن سعيد بن منانة الكتب. المركز الخامس، عنفوان لحمد بن راشد بن غدير الكتبي. اذا تهانينا والناموس لمالك الكادي مبارك بن حمد بن مبارك النابت، تهانينا والناموس. سلام يا بن هاملة، سلام. 9 دقائق 10 ثواني، 26 جزءا من الثواني، بينما جاء في المركز الثاني حطام لمحمد بن صالح بن علي الحميري مع حطام على ثاني الأسماء. 9 دقائق 13 ثانية و52 جزءا من الثواني، بينما جاء في المركز الثالث شايبان لحمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع ثالث الأسماء. 9 دقائق 14 ثانية، 16 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس للجميع.